الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله. أهلا بيكم في سنة أولى كمبيوتر برعاية موقع تعلم محدثكم إبراهيم عبد الحميد. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم قوي، هو إزاي تعمل إيميل. هناخد إزاي تعمل إيميل على جوجل، هيبقى في حلقة تانية إزاي تعمل إيميل على ياهو، إزاي تعمل إيميل على الهوت ميل، مختلف المواقع يعني هنتعرض لها إن شاء الله. ندخل إنترنت إكسبلورر، ارجو ان الكلام اللي بنعمله مع بعض يعني او اللي الناس بتشوفه يا ريت تطبقه يعني قدر المستطاع عشان ده يثبته في الذاكره اذا كان الموضوع مهم بالنسبه لك. انما اذا كنت عايز تاخد فكره يبقى كفايه جدا انك تشوف الفيديو وخلاص. انما لو كان مهم بالنسبه لك او شايف انه له فايده، هو بشكل عام في الكمبيوتر بشكل خاص ان الكمبيوتر مجال تطبيق. عشان كده انا اخترت الاسلوب الغريب العجيب ده في الشرح في سنه اولى كمبيوتر، يعني يكون اسلوب عملي وتطبيقي اكتر من ان في اي جوانب نظريه تاني. لو دخلنا على جوجل هنلاقي اول خدمه على الشمال، قصدي هنلاقي تاني خدمه على الناحيه ديت، هنلاقي خدمه ايه؟ الجيميل. الجيميل ديت هي خدمه انك تعمل ايميل على جوجل، بس ما بيبقاش اسمها جوجل، بيبقى اسمها جيميل. جي اللي هي اختصار جوجل، وميل يعني انك تعمل ايميل، فهم مسمينها جيميل. فانا بدخل على جيميل اول حاجه. طبعا ميزه من مميزات جوجل ان هو بيدعم اللغه العربيه بشكل كويس جدا اكتر من مواقع تانية كتير. فانا لو دخلت هنا، لو انا عندي ايميل فعلا بدخل من هنا، لو انا عندي ايميل فعلا على جوجل بدخل من هنا زي ما انا عندي ليرن اونلاين 1. انما لو انا مش عندي ايميل ولسه عايز اعمل بقوله تسجيل في جيميل، يعني ان انا اعمل ايميل جديد، خلاص بيقول لي بقى البدء في الاستخدام. اقول له انا الاسم الاول، هقول له ابراهيم عبد الحميد. ابراهيم عبد الحميد اسم العائلة، ممكن اخد لو انا عايز يبقى اسم ثنائي بس احط اسم الاب مكان اسم العائلة. بعد كده بيقول لي انت عايز تسميه ايه؟ اسم اي ايميل بيبقى حاجة ات حاجة دوت كوم، خلاص. فانا اسميه مثلا now not later، اقوله تحقق من توفره، يعني شوف انا ينفع استخدمه ولا انت ما تردوش. فهو قال لي لا، لو انت عايز تعمل now or later اختار لك واحد من دول. فاقوله now or later 1، بعد اقوله تحقق من توفره، وافق. قال لي now or later متوفر، اداني الزرقاء دي. انما المره الاولانيه كان مديني الكلام بالاحمر، يعني هو مش موجود، ما ينفعش تاخده اصلا ان هو مش موجود. لو رجعنا باك، لا ده احنا رجعنا اهو، لو جربنا بس هنا عشان النقطه دي انا عديتها، تحقق من توفره. فقال لي انه الليتر غير متوفر، كاتب له بالاحمر غير متوفر، الكلام اهو غير متوفر. فانا قلت له اختار نو الليتر 1، اكتب 1 ولو تحقق من توفره، قال لي متوفر، خلاص. اختار كلمة المرور، اكتب كلمة سر. كلمة سر لا، يعني من الافضل انها تكون متكونة من حروف وارقام. كتبت انا كلمة السر وكنت طويلة، فهو يقول لي كلمة السر ايه؟ بيقول لي فعلت كلمة السر، فقال لي شديد، يعني كلمة السر 100 100، يعني صعب ان حد يعرفه، عشان ايه؟ لو حد عرف كلمة السر بتاعت الايميل بتاعك بيقدر يسرقه. تذكرني على هذا الكمبيوتر يعني اعرف اسمي، يعني كل ما ادخل على الكمبيوتر يبقى انت عارفني. اول ما اجي اخش على اي حاجه يعرض كلمه السر والباسورد بتوعي بحيث ان انا اقول اوكي. تمكين سجل تاريخ الويب، يعني لما انا ابقى داخل على النت، لما انا ابقى داخل على الايميل او على الاكونت بتاعي واعمل سيرش، سجل لي البحث اللي انا بعمله على النت، سجله لي باسمي بحيث لو انا احتجت ابقى ارجع لبحث انا عملته قبل كده، عمليات بحث اجريتها قبل كده، اقوم راجع لها.
ليها الويب هيستوري. بعدين بيقول لك اختار سؤال، ما هو اسم مثلا اول رقم تليفون ليك؟ مثلا هقول 016 50 47 329. البريد الالكتروني السنوي لو عايز تكتبه، المكان مصر، وبعدين بقوم نقل الكلام اللي موجود هنا اللي هو تحقق مصحة الكلمات، بقوم نقله اس اي تي اتش اي اس اس. في ناس كتير بتسأل طب هم عاملين لي الحكاية الرخمة دي ليه؟ حكاية ان هو يديني صورة كده مكتوب فيها كلمات، عشان حصل في بعض المواقع ان في ناس عملت برامج بيدخلها على الموقع تقوم تعمل عدد مهول من الايميلات، ممكن تعمل مثلا مليون ايميل، فيعملوا على الموقع مليون ايميل وما يصدموش حاجه، يبقى هما بيدوروا على الموقع، يبقى شركه منافسه لجوجل تعمل فيهم المقلب ده. فهم عملوا الفكره ديت او الحكايه ديت، مع ان انا ممكن برضك اختراق، بس يعني هما عملوها وجدوا فيها حل مرضي ليهم ان هما عملوا الفكره دي، مع ان اقول له انا موافق على انشاء حسابي. هيعمل عمليه اسمها اعاده توجيه، لو وصلها فوق كده هنلاقي اعاده توجيه. بعدين نقول له انا مستعد اعرض لي حسابي، هنا انا مستعد اعرض لي حسابي، يعني انا عايز اشوف اتفرج عليه. جاري التحميل لودينج. ايوه كده انا دخلت على الايميل بتاعي، يبقى انا كده عملت ايميل على الجيميل في ثانيه، ما خدناش وقت خالص. كده انا بقى عندي ايميل على النت، اسمه ايه الايميل ده؟ ناو نوت ليتر 1. ناو نوت ليتر 1 اهو، اسم الايميل مكتوب فوق ناو نوت ليتر 1@gmail.com، ده اسم الايميل بتاعك. يبقى لما حد يقول لك ايميلك ايه، هتقول له الاسم ده كله ناو نوت ليتر 1 @gmail.com. خلاص كويس جدا. بعد كده جوجل بقى او فريق عمل جوجل بعت لك رساله، دي الرساله عايز ادخل عليها، بقف عليها وتكليك شمال، كليك شمال عادي. دي الرساله ابدا اقراها، رسائل يسهل الحصول عليها وصندوق مش عارف ايه، يعني بيبعت لك ان هو يشكر لك في خدمه ايه، في خدمه الجيميل. بعد كده بعلم على الرساله اللي انا مش اللي انا قريتها واحذفها، اقول له حذف. خلاص لو رساله مهمه بالنسبه لي، طبعا لو رحت هنا دي المهملات اللي هي الريسايكل بن بتاعه الايميل، هي بتتحذف وتتروح الريسايكل بن، وانا عايز احذفها خالص بقول له فراغ المهملات، يعني فضالي كمان انا مش عايزها كمان تبقى موجوده في الريسايكل بن. بعدين اروح البريد الوارد. البريد الوارد ده يعني الرسائل اللي جات لي، اللي هو اول ما افتح الايميل بتاعي بلاقي البريد الوارد في وشي. خلاص بلاقي بعد كده البريد المرسل، يعني الرسائل اللي انا ارسلتها دي، رسائل انا طبعا لسه ما وصلتش حاجه فما فيش رسائل. بلاقي المسودات، يعني الرسائل اللي انا عملت لها مسوده واحتفظت بيها. كل البريد يعني اي بريد لي او اي ايميلات او اي حاجه موجوده لي على الايميل حطها لي. خلاص طبعا لو لاحظنا انا جالي رساله واحده اللي هي بتاعت فريق جوجل ما ظهرتش في كل البريد، ليه؟ لان انا حذفتها او انا على وش حذفها، انا وديتها المهملات. خلاص من المهملات لو قلت له افرغ المهملات الان وبعدين قلت له اوكي هيحذفها خالص دلوقتي ما حدش لاقي وجود، ففي كل البريد مش هلاقيه. البريد المزعج ده في ناس بتبعت لك رسائل دعائيه مزعجه، يعني في ناس بتبعت تشير منتجاتها وتديك اعلانات وكده، فعاملين حكايه البريد المزعج ده عشان يريحوك من الناس ديت، وهم بيعرفوهم وبيحطوا لك في البريد المزعج، فانت على طول بغص على البريد المزعج وفضل الرسائل اللي فيه. بس ممكن واحد يبعت لك رساله مهمه تيجي في البريد المزعج عن طريق الخطا، فابقى بص بس في البريد المزعج ده يمكن تلاقي احيانا حاجه مهمه. اخر حاجه بقى عايزين نقولها ومن اهم الحاجات، انشاء رساله. ازاي تبعت رساله؟ دلوقتي فرضنا مثلا انك انت اللي انت اسمك ناو نوت ليتر 1 ده الايميل بتاعك، وعايز تبعت لي انا وايميلي ليرن اونلاين 1@gmail.com. عايز تبعت لي ايه؟ ايميل. فهتكتب ايه؟ هتكتب في إله، يعني هتبعت الرساله دي لمين، وتكتب learn online 1 at
ات ديت بكتبها ازاي؟ اه ليرن اونلاين 1 دي عاديه، ليرن اونلاين 1 ما فيش فيهاش مشكله، ات شيفت ورقم 2، رقم 2 للناحيه اللي فيها الايه الكيبورد، يعني مش الناحيه بتاعه الارقام، مش الحته اللي قلنا عليها بتاعه الارقام، لا اللي هو فوق الحروف، رقم 2 اللي فوق الحروف خلاص، واللي تحت الاف، تحت الاف، الاف 1، رقم 2 هلاقيه تحت الاف 1 على طول خلاص. يبقى شيفت والرقم 2 ده اللي هي كلمة ات جيميل دوت سي او ام دوت كوم، وبعدين تقول لي الموضوع انا عايز اكلمك في ايه، تقول لي مثلا سؤال، فرضنا ان واحد عايز يبعت استفسر عليا، يعني ان نو نوت ليتر ده عايز يبعت لي سؤال، فيقول لي سؤال مهم مثلا، ده العنوان بتاع الرسالة، وبعدين يكتب لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يكتب عادي انتر عشان ينزل للسطر اللي بعده، وبعدين يكتب بقى السؤال، السؤال اللي هو عايزه كذا كذا، انا فلان الفلاني حصل كذا ولقيت كذا وحصلت المشكله الفلانيه ومش عارف ايه، وبعدين يعلم على الكلام كله، نضغط كنترول ايه، وبعدين مثلا نكبر الخط التي ديت، هنقول له ده حجم الخط، هنقول له كبير، فيقوم الخط يكبر، مش كبير بس لا مش كبير قوي، فهنعمل له ضخم، فيقوم الخط يكبر خالص ماشي. عايزين نغير لون الخط، فهنغيره من هنا لون النص، هنقل لون عاجبني مثلا، او بعته له رساله باللون الازرق خلاص، يبقى كده غلط البتاع. لو انا عايز اعلم عليه برضك كده، اضغط على الماوس واسحب الكلام، يعني اضغط وما اشيلش ايدي من على الماوس واسحب الكلام، وبعدين اقول له بولد، الحاجات دي هناخدها بالتفصيل في برنامج الوورد، وبعدين اشد خط تحت الكلام بالعلامه اللي تحت الخط ده، او ميل الكلام بالعلامه المايله، يبقى دول التلاته، واحده بتخن الخط، واحده بتخليه مايل، واحده بتخليه تحته خط خلاص. كويس جدا. بعد كده انا كتبت الرساله بتاعتي وقلت كل اللي انا كلامنا عايزه، وبعدين اقول له ارسال، لما اقول له ارسال هتتبعت، هتتبعت الرساله ديت وتروح للشخص اللي انت عايزه، اللي هو ليرن اونلاين ات جيميل 1 ات جيميل دوت كوم، ده لو انت عايز تبعت رساله مثلا. طب لو انت عايز تكتب رساله بس ما تبعتهاش دلوقتي، هتقول له حفظ الان، فلما تحفظها الان هتروح لك في المسودات، لما تحفظ الرساله او لما تعملها حفظ هتروح في المسودات، بحيث ان هي تبقى موجوده عندك جاهزه، بس ميعاد ارسالها لسه انت ما حددتوش، فاول ما يجي ميعاد ارسالها تبعتها على طول خلاص. يبقى ده الارسال وده حفظ الان، الغاء يعني انا جات في كلام مش عايز ابعت الرساله خلاص. عرفنا خلفيه سريعه كده على التنسيق، هنبقى نرجع للجيميل ونتكلم اسف عندي برد شديد، بس بسجل برضه سبحان الله. المهم دلوقتي هي تم حفظها، يعني الحاجه اللي هتلاقي تحت مكتوب لك تم الحفظ، يعني انا يعني الكلام اللي انت كتبته ده خلاص اتسجل عندنا، فعايز تبعت تقول له ارسال خلاص. لو قلت ارسال كده هتبعت لي فورا، ارسال كده تروح لي على طول على ليرن اونلاين، وانا هوريكم حالا انها راحت لي هناك خلاص. يبقى دي الرساله. لو واحد تاني ناو نوت ليتر بس بدل اد جيميل ات ياهو، ينفع ابعت له رساله؟ ينفع تبعت له رساله عادي، ات اسلام واي دوت كوم، ات اي حاجه، اي موقع على النت او اي ايميل تقدر تبعت له، بس المهم تكون عارف الايميل بدقه، لانك لو ما عرفتش اسم الايميل بالظبط او غلطت في اي حرف او رقم او علامه او اي حاجه، مش هيقبل الايميل اسمه مظبوط خلاص. اظن كده تعرفنا على الموضوع ده. لما بحب اخرج بقى من الايميل بتاعي، لازم قبل ما اقوم اخرج من الايميل، فاقول له تسجيل خروج، يعني خرجت من الايميل، انا دلوقتي اقوم داخل على الايميل بتاعي اللي هو ليرن اونلاين 1 اللي بعت له رساله، هلاقي الايميل بعت له سؤال مهم اللي انا لسه بعته حالا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو كنت كملت كان هيظهر لي بقيه الكلام. انا بقى الراجل ده بعت لي رساله، عايز ارد له رساله، في حاجتين الاقي تحت، ارد له رساله يعني ارد عليه يعني، فاقول له رد، هيكتب رسالة تحت، رسالته هو مكتوبة تحتها، وانا هكتب رد بقى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خلاص ماشي. طب لو انا عايز اعمل ده الرد، لو انا عايز اعمل الرد، طب لو انا عايز اعمل اعادة توجيه، يعني اعمل اعادة توجيه يعني ابعتها لحد تاني، نفس الرسالة دي ابعتها لحد تاني، فاقوم اعمل له اعادة توجيه نفس الرسالة بالظبط،
واقول له ايه اكتب اكتب الايميل بتاعه مثلا برضه كذا اي حاجه ات اي حاجه دوت سي او ام. خلاص يبقى انا هبعت للراجل ده الايميل. طبعا الايميل اللي انا كاتبه ده تخريف يعني، بس هي فكره الايميل ان شويه حروف وبعدين ات وبعدين شويه حروف وبعدين دوت كوم او دوت حاجه تانية عادي، مش شرط كوم ده يعني، ممكن نحط دوت حاجه تانية دوت نت ودوت جوف ودوت حاجات. بيقول لي لم يتم ارسال رساله، اتويت الغاء ردك، اقول له اوكي انا عايز الغي رد على المرسله دي. خلاص تمام. اي رساله من تانية انا جبت او دوت اوتوكاد فيديو مهندس امين عبد السلام، اضغط عليها شبكه هندسه انشائيه، هلاقي واحد بعت لي من منتدى هو كاتب لي ده اللي كاتب لي فيري جود في المنتدى. خلاص فدي دي رساله المنتدى اللي انا مشترك فيه بعتها لي. اي رساله خلاص هتلاقي عندي بريد مزعج اهو، شويه رسائل دعائيه من مواقع مختلفه، اقوم معلم عليها انا حاسس في كل البريد المزعج الان، واقول له اوكي. المسودات هلاقي عندي 5 مسودات اهو، والرقم ده بيعبر عن عدد الحاجات اللي جوه، 5 مسودات. المهملات اقوم داخل على المهملات، اقول له افرغ عندي كام رساله مهمله 24، اقول له افرغ كل المهملات الان، يعني كل الرسائل اللي انا قريتها وحذفتها وراح سله المهملات احذفها خالص. بعد نقول له تسجيل خروج لو انا عايز اخرج من الايميل. كده اتعرفنا على الايميل على الجيميل. ليه كل واحد يعمل له ايميل على الجيميل؟ لانه بيقدم خدمات ممتازه، جوجل بيقدم خدمات كتير قوي. اللي احنا عملناه ده ما اسموش ايميل بس، اللي احنا عملناه ده اسمه اكونت على جوجل، اكونت على جوجل، يعني اي خدمه بيقدمها جوجل غالبا بيقول لك هات لي ادخل اعمل اكونت عليه. خلاص يعني اليوتيوب تبع جوجل، اليوتيوب جوجل اشترته، فلو انا عايز ادخل على اليوتيوب ممكن اعمل حساب خاص باليوتيوب بس، وممكن اعمل حساب عام لكل خدمات جوجل اللي احنا عملناه ده، ده الحساب العام. خلاص انما لو انا رحت على اليوتيوب حالا ممكن اخش بالايميل اللي احنا عملناه حالا ان هو ناو نوت ليتر 1، ممكن اخش بده وممكن اخش بواحد تاني خاص باليوتيوب. اي خدمات التقويم، جوجل بتاع التقويم، جوجل بتاع المستندات، اي خدمه من خدمات بيقدمها جوجل اللي استعرضناها في فيديوهات سابقه او شفناها قبل كده او سمعنا عنها اقدر اخش عليها بالايميل اللي انا عملته ده، لانه اكونت عام على جوجل. يعني انا دلوقتي بقيت عميل لجوجل، بقيت متعامل معاه، زبون بمعنى ادق عند جوجل. فالزبون ده هما بيقدموا له كل الخدمات عن طريق نفس الايميل. هو كده اسمك بقى عند جوجل ناو نوت ليتر 1، زي ما انا اسمي ليرن اونلاين 1 في اي حته بتاعت جوجل على النت، بقوم داخل كاتب ليرن اونلاين 1 بيتعامل معايا، بيعرفني على طول، بيفتح لي ايميلاتي، بيدخلني على الحاجات بتاعتي، بيشوف مدى استخدامي النت، بيوريني تاريخ النت بتاعي او تاريخ الويب، الويب هيستوري، كل الحاجات اللي انا محتاجها. شكرا لكم على حسن استماعكم، واتمنى ان اكون ما طولتش عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى لقاء اخر في موضوع اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.